حققت مصر جهودا كبيرة في مواجهة الإرهاب في سيناء. هذه الجهود التي أدت إلى قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء. هذا وقد أشاد مواطنون في لقاءات خاصة مع التلفزيون المصري بالطفرة التنموية المتميزة التي تشهدها سيناء حاليا. والله تنمية سيناء هي المستقبل الأهم لمصر، يعني بالأخص وسط سيناء والمشروعات السياحية وشمال سيناء مع خط السكة الحديد الجديد بتاع خط فردان تقريبا وربطه بطابة، ده كلها مشروعات تنموية كبيرة جدا. أولا سيناء دي اسم كبير قوي، يكفي إن سيدنا موسى كلم فيها ربه، العائلة المقدسة رحلتها كانت من سيناء، الفتوحات كلها كانت من سيناء، ده في العصر القديم من آلاف السنين أو مئات السنين. العصر الحديث سيناء عشانها مصر حاربت كم حرب، آخرهم 73 اللي ربنا أكرمنا فيها بالنصر. ده كله يخلينا نعتبر نقول إن سيناء ديت أغلى حتة في مصر. هي الدولة عملت كتير، طورت الأنفاق والطرق ودي مهمة جدا للنقل والصناعة والزراعة والتجارة، طورت إن مية النيل سرعة السلام وصلت لسيناء فدي هتساعد كويس جدا على الزراعة، خاصة إن سيناء زراعة الزيتون والأعشاب الطبية متواجدة هناك كتير جدا. تنمية سيناء بالنسبة لجنوب سيناء شايفين تنمية سياحية بالنسبة لشرم الشيخ، بالنسبة لدهب، بالنسبة لطابة، وعن شمال سيناء طبعا العريش والمجهودات الأمنية الجبارة، قوات مسلحة الدور اللي قايمه بيه في تنشيط لمحاربه الارهاب، وبالنسبه للقرى السياحيه اللي عماله تشتغل دلوقتي بالنسبه للعريش او جنوب سيناء، يعني في تنميه جباره شغاله من العشر سنين اللي فاتوا دول. بالنسبه للمشروعات بتاعه الاسكان والتعليم والصحه، لا انا شايف في طفره كبيره جدا، يعني خاصه في عهد الرئيس السيسي وكده، بصراحه حاجه محترمه جدا، يعني شهاده يعني. مثلما أشاد عدد من المواطنين كما تابعنا بجهود التنمية التي تنفذها الدولة في شبه جزيرة سيناء بوجه عام وكذلك في شمال سيناء على وجه الخصوص، والتي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا كل التوجهات لتعمير أرض سيناء، وده طبعا عشان يخدم جميع الأهالي في المنطقة وجميع الأهالي في المناطق التانية. ومن المشاريع المهمة اللي أنا حابة أن أنا أنوه عنها مشروع تطوير ميناء العريش البحري. وزارة النقل تبنت المشروع ده وقسمته على مرحلتين للتطوير. المرحلة الأولى أن هي بدأت تشتغل على الرصيف للبضائع بطول 220 متر وبرضو رصيف رقم واحد، وفي رصيف تاني بطول 1000 متر، وبرضو بدأوا يشتغلوا على تطوير الممشى السياحي. تعمير شبه جزيرة سيناء دي اتجاه من القيادة السياسية من بعد الثورة ان هم يبدأوا ان هم يعمروا سيناء علشان يقضوا على الإرهاب، واللي يساعد على القضاء على الإرهاب ان يكون في تعمير في سيناء. وبدأ التعمير بسيناء بموضوع اللي هي بحيرة البردويل، كانت المشكلة فيها ان نسبة المية اللي فيها قلت وما عادش بتطلع أسماك، فبدأت الدولة انها تتجه انها تشوف ايه الأسباب وراء ان بحيرة البردويل وصلت للمستوى ده، وجابوا شركات عالمية لتطهير البحيرة وبيبدأوا يعملوا فيها استزراع سمكي، وإلى جانب برضو المدن الجديدة وعشان تعمير سيناء وان السكان يبدأوا ان هم يتجهوا لسيناء، وأيضا علشان ان احنا نبدأ نكافح الحروب الجيل الرابع والخامس اللي احنا بنتعرض لها والظروف اللي احنا بنشوفها حاليا. بعد الثورة وبدأ التفكير كله ازاي الأول نطهر سيناء من الدواعش ونطهر سيناء من الجماعات الإرهابية، ده كان أول حاجة اتعملت، وكان ده الهدف الأساسي قبل ما يبدأ التنمية. بعد كده التنمية، يمكن احنا المنطقة بتاعت شرق بورسعيد ودي تعتبر شمال سيناء، منطقة مدينة السلام الجديدة، فيها طبعا الجامعة شرق بورسعيد وفيها المشروعات اللي هي بتخدم القناة، إلى جانب عمل الأنفاق، ويمكن ده البداية إن أنا إزاي أسهل على المواطن إن هو يوصل لشمال سيناء بطريقة آمنة. سيناء غالية علينا وأرضنا ولازم كلنا نحافظ عليها، وسيناء المشروعات اللي فيها هايلة،
ولازم كلنا نشيد بيها ونحتفظ بأرضنا لأن هي المستقبل لأولادنا وأحفادنا. عندي مشروع أكبر شبكة مياه تحلية المياه، ودي بتضخ مياه وبتغذي أكتر من 400,000 فدان. طبعا لما 400,000 فدان يعني هنقول خلق فرص عمل كتيرة لشباب مصر من جميع محافظات الجمهورية. عندنا أكبر مزارع سمكية أقيمت في شمال سيناء. أنا بجد فخورة جدا بالمشاريع اللي بتحصل دلوقتي في شمال سيناء. احنا في مدينة اسمها مدينة بورسعيد الجديدة، هتبقى في شمال سيناء. المدينة متكاملة بجد، فيها مساكن لمحدود الدخل، فيها مشاريع سياحية، فيها أراضي زراعية، فيها مصانع، فيها الرصيف البحري لشرق التفريعة، ده حاجة رائعة جدا. فيها مصانع، لوجستيات، فيها جميع اللي يعني جميع اللي احنا عايزينه في مدينة متكاملة. ان شاء الله يبقى مشروع خير بإذن الله على مصر وعلى مدينة بورسعيد.